قبل أن أذهب إلى اتفاق جدة وتداعياته على المشهد السوداني، دعني أنقل إليك ما قالته منصة أوسيان ديفندر الأمريكية، أن مرتزقة فاغنر سيتم سحبهم من أوكرانيا بشكل كبير، وسيتم إعادة تموضعهم في بعض المراكز في العالم على رأسها السودان. برأيك لماذا الآن خرج هذا التصريح؟ لماذا الآن بعد معركة باخموت في روسيا يتم سحب القوات فاغنر ويتم إعادة توزيعها على رأس المناطق التي يتم توزيعها السودان؟ هل هو إنقاذ، عملية إنقاذ لقوات الدعم السريع، أم فتح جبهة جديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مما يؤدي بشكل أو بآخر لدخول السودان إلى مرحلة من الصراع الكبير؟ الصلة بين فاغنر وبين قوات الدعم السريع صلة غير منقورة، اعترف بها حميتي نفسه. صحيح أنه يقول أنها انقطعت قبل عامين من الآن، ولكن فاغنر دربت هذه القوات، قوات الدعم السريع، دربت مجموعات كبيرة من قوات الدعم السريع. كان هنالك صلة تجارية كبيرة بين فاغنر وبين حميتي في تجارة الذهب. أيضا هنالك ملفات مشتركة في الإقليم، بالذات في أفريقيا الوسطى، بين فاغنر وبين حميتي. هنالك حقيقة صلات يعني كبيرة بين فاغنر وبين حميتي. صحيح أن الرجل في كثير من مقابلاته في الفترة الأخيرة ظل يعني يهون منها ويقول أن ما يرد على ألسنة الناس من معلومات ليس بصحيح، ولكن الحقيقة أن الصلة قائمة وأن التعاون موجود، بل يذهب بعض الناس إلى أن التكتيكات التي ذهب إليها حميتي في الميدان العسكري هي بفعل الخبراء الروس، خبراء فاغنر الذين يتواجدون معه في ميدان العمليات كما كان يقول البعض. وألقت القوات المسلحة أو اصطادت القوات المسلحة أحد القناص الروس، ظهر هذا تقريبا قبل أسبوعين. إذن وفقا لهذه المعطيات فإن حديث فاغنر عن محاولة إنقاذ لقوات حميتي يبدو منطقيا مقبول، أما عمليا هناك تعقيدات تواجه هذا التعاون، ومنها المراقبة الشديدة التي تقوم بها القوات المسلحة لكل الحدود، وثم ثانيا الصلة القوية بين الجيش السوداني والجيش الروسي على مستوى أعلى. يعني معروف أنه فاغنر كشركة كان لديها صلة بالدعم السريع، ولكن الصلة بين روسيا الدولة والجيش الروسي وبين الجيش السوداني صلة جيدة. أعتقد أن هنالك حسابات أخرى قد تحول دون هذا التدخل، قد تحول دون أن تمضي فاغنر في هذا التدخل، من بينها أن هذه القوات الآن في عادات المنهزمة والمنكشرة والمطاردة. ولكن إذا ما تدخلت فاغنر بشكل أو بآخر، إذا تدخلت فاغنر هذا نقل الصراع إلى مستوى جديد، ونتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في المنطقة سوف يعقد هذا بلا شك من المشهد، وقد يدفع لتدخل دولي، وهذا ما تخشاه الخرطوم. إذا الجيش، إذا ما جاءت فاغنر الآن هي أصبحت المهمة أصعب على الجيش السوداني، لأنه إذا جاءت فاغنر إلى السودان التعقيدات ستكون كبيرة، ولكن في النهاية الطرق للوصول للخرطوم بعيدة جدا، يعني من دارفور للخرطوم بعيدة جدا، ما ليست طرق سالكة وليست سهلة، ولذلك يبدو أن مثل هذا الأمر سيكون معقد جدا وصعب وليس من اليسير.